حاسس روحي مخنوق، حاسس روحي غريب في بلادي، رسمي غريب في بلادي. والله كي مش تحكي على الحكومة منشيرة تجي تفهم ما تنجمش تفهم، وتحاول باش تفهم تلقى روحك دايخ. علاش فاهمك؟ أنا بلغة متاع واحد مواطن بسيط عادي. ساعات تجي تقول أنت الدولة كحكومة تحب تخدم، لكن تلقى عباد تعرض، معناها تعرض لهم في الثنية كما يقولوا هما، يحطوا لهم في العصاف العجلة، ها محرقوا لهم العجلة سيدي. كل مرة هما يطلعوا لهم، كل مرة يطلعوا بحكاية أخرى، كل مرة تطلع مشاكل الحكومة تلقاها هي عندها فيها يد. المسجد الأساسي ممثل كان روعه والعباد اللي في وسطه، ممثلناش احنا جملة. إيه احنا انتخبنا عباد باش مثلنا في الدستور وتكتبنا الدستور، مش باش لوج على شريط بزيد وانطريط بزيد وعيشة ليلة مهنية واحنا ما ناكل ونشرب ومش مشكلة، ما ناكلوش ما ناكلوش ما نشربوش ماش مشكلة. والله المجلس الأساسي حاجة تضحك، حاجة مهزلة، برشا غيابات، برشا حاجات نرمال ما وما تصيرش. ما عرفوش قيمة العباد اللي انتخبتهم، واحد يحول من حزب لحزب كما يحب هو، برشا حالات ما تعجبش، برشا ينقضوا كان في بعضهم، يحكيوا في المشاكل الفارغة، ملتو ما خرجوش بقرار صحيح. الدات اللي خذوها يحب لهم 10 سنين أخرين يمكن باش يوصلوا للحل، والوقت اللي خذوها هم مش يكفيها، مش يعمل لهم حتى حاجة. في الدستور الفصل يقعدوا يتناقشوا فيها 10-15 يوم، وفي الأخر يقعدوا يتعاركوا وتسميع كلام أو الحاجة فضيحة، حتى العالم يتفرج علينا فضيحة المستوى ذاك، يتعاركوا معناها ويخدموا في مصالحهم الشخصية، مش هم يخدموا في مصالح الشعب. المجلس التأسيسي ماهوش لا بالدستور لا بالشهريات ولا هي بالعباد، اش تحكيش ما تحكيش، وكل واحد يضرب على الدرابو نتاعو للانتخابات الجاية. كدولة تونسية أول دولة قامت بالثورة وعملت معناها برشا حاجات اللي هي الربيع العربي، لكن في الاخر المجلس التاسيسي ما كانش في المستوى اللي استناه الشعب منه. ان شاء الله يعرفوا قيمه العباد وكواك هي الحاجه المهمه في الموضوع كامل، ان شاء الله يفيقوا ارواحهم ويعرفوا قيمه الشعب اللي انتخبهم. الغيابات هذه عباد عندها ما تعمل، تخدم على روحها وتمركي في شهريات مع المجلس التاسيسي وفلوس الشعب. هما في حد ذاتهم ديما داخلين بعضهم، ديما مشاكل، هما قرارات يوصلوا خذوها قرارات معنا، ومن بعد رجعوا فيها قرارات خذوها، من بعد يصير معنا ما تفهموش عليها. معنا هما يتو ماشي في بالهم اخي العباد معنا للدرجة هذه، العباد بهايم، العباد قد ستفهم، والانتخابات الجاية هي اللي مش تفرز وان شاء الله تجيب واحد بهاي وكو. المجلس الأساسي موش ليه بالدولة؟ لا موش لا هي بأموره بشهرياته وبحضوراته وغياباته وبالمشاكل اللي فيه، موش لا بالحكومة. حاس مشهم عندهم مشهم كفء باش يمسكوا البلاد، ما خذوش موقف واضح من حتى شيء، ما ريتش حتى موقف واضح، كلام ويصير كلام آخر، كلام ويصير كلام آخر، فماش مصداقية. تونس أقول لك حاجة، تونس مش في حالة مخاض، هما توا برشا حاجات برشا من الناس يقولوها في حالة مخاض في حالة مخاض، إنما تونس صارت في حالة شنية ولا عبارة إنسان عنده هستيريا متاع جنون وقاد سيداوي، فهمت؟ لخطر عليهش هما ما عندهمش، ما همش مستنسين قبل يواجهوا في الحكم، ما همش مستنسين قبل عندهم الجرأة باش يتكلموا، طويكة كي وصلت هما الحكاية ولت في ديهم. كل حد ماذا به يجبد بزيت بار ليرو كيما خبزه قطو يحبوا يقسموها اكثر. غنيمه بلغه هم يقولوا غنيمه. الشعب تبع المجلس التاسيسي مره واثنين وثلاثه واربعه قاعد شي ما ياكل خبز. الشعب يحب هو يحب يوصلوا يعمل ثورة اخرى اذا كانوا ما يمثلوش مره واثنين وثلاثه وكاسات مسكره وبرشا مشاكل وبركاجات، مش ولي الشعب يوصل نهار يعمل ثورة اخرى. كل واحد يجبد راسه، ولذا هما ولاو يخدموا في مصالحهم الشخصيه ونساو مصالح الشعب اللي هما جاوا من اجل المصالح هذيك، وهو الشعب اللي هو جابهم لك المنصب هذاك. هما ولا اني حسب ماني قاعد نرى انحرفوا على المسار الصحيح اللي كان باش مهمتهم الصحيح، ولاو يخدموا في مصالحهم وفي احزابهم وفي الانتظارات من بعد المجلس التاسيسي. كل واحد وين باش يمشي، كل واحد شنو هي منصبه، تجاذبات سياسية خاصه بهم. ما نجمش نطلع مع حتى واحد وما نصدق حتى واحد سياسي، كلهم كذابين يخدموا يجوا على مصالحهم، يجوا على سواد عيني يعني.
مردود الحكومه تنجم تقول بالنسبه للتقييم الخاص، ولو اني ما عنديش ماني مقدره باش نقدرها، لكن ثم 50-60% ماشي في التمشي نتاع الحكومه حاليا ماشي به، يعني استئصال الفساد فهمتني. ساعات تحط نقاط على الحروف في بعض الحوايج، يعني ماشي كل مش في الميادين كل. رئيس شدد كرسي عباره كويترو محطوطه، ما عندوش لا وين السلطه نتاع رئيس. نورمالمون رئيس عنده سلطه، عنده في برشا حاجات نحوله هما الشرعيه نتاع رئيس. صحيح نورمالمون رئيس ياخذ قرارات لكن بموافقه نتاع الوزراء نتاعو، هما ما همش متفاهمين مع بعضهم. كيفاش تحب الشعب يفهمهم؟ سي الدكتور المرزوقي او قبل ما ينتخبوه المجلس التاسيسي كان دكتور مرزوقي، تواك حاليا دكتور رئيس في القصر نتاعو، لي بامور القصر نتاعو. مشى برشا مدن، مشى برشا مدن، خذا برشا تشكيات من العباد من الولايات من كل شيء، وما شفنا حتى شيء تحسن في البلاد. شفنا كان البركاشات اللي عملت تزيد، الكيسات اللي عملت مسكره عملت تزيد، ما ثماش شكون يردع. نتمنى منه يحضر في المجلس التاسيسي، نتمنى باش يكون ريسبونسابل على البلاصه اللي هو شادها ويعرف قيمتها، لخاطر هو صحيح حاطين له كويترو اما لازم يعرف اللي انت ثم عبيد في جرته وانتخبته هيك سويغريغ وزيد وعبيد. هو وصل للبلاصه هذيك عبيد عاطيه فيه شخصيه وعاطيه فيه كونفيونس وانا في شخصيته وفي ذاته، لخاطر هو ماهوش شويه دكتور وانا هو يفهم. يظهر لك كانسان كشبي شخصه نظيف، اما السياسه خطيته اي نظيف مش ما نجم نقول فيه حد شيء، انسان طبيب اما في المجال نتاعو سياسه بعيد عليه، حقوقي نجم يدافع اما باش يمسك منصب قيادي ما نجمش. والحق معناها كتشوف هما ككادر كتقول مصلي على النبي، لكن من داخل ما ثم حتى حاجه، معناها حتى كسياسيين اخرين تحس بهم ثم برشا عباد ما عنديش في مخاخه. واحد يجي يحكي لك في مواضيع فارغه، وانا قصوا الانترنت وما عملوا حكايات، الواحد ما نجمش باش معناها كيتفرج على برامج ساعات يقعد يضحك. بالنسبه لي اني ثلاثه من الناس ما نجوش يقودوا سفينه برك، خاطر لو كان كثره الرئاس تغرق السفينه. ولكان انت حتى في المحاسبه نهار اخر باش يقول لك كل واحد باش يتملص يحط في راس غيره. المجلس التاسيسي باش يقول لك النهضه، النهضه باش تقول لك التكتل، التكتل باش يقول لك رئيس الجمهور، يعني بحيث لكان كنا احنا نحصروا مثال الفساد في بن علي واسهاره، احنا توا شنو نوليو كما يقولوا فيها الفساد باش يتوزع. رئيس الجمهوريه لازم تكون عنده هيبه يمثل السلطه ويمثل الدوله في اي محافل دوليه وفي بلاده. كيفاش نتصور؟ وانا ما غير ما نتصور، انا نتصور حاجه برك، اذا كان يكون هو كابابل وخلاوه يخدم ينجح، وإذا كان هو وذيني وما عندوش هو في مخه وما يعرفش كيفاش يدير يجي البلاد مش يطيح في هاوية، والشعب اللي خرج بن علي خرج عشرة من غيره. أنا نحب رئيس دولة هو اللي يمشي، يعني التمشي نتاعه يكون صحيح، هو اللي يعمل مثال كما يقولوا فيها اللي ينصب كل شيء كيما مثال يتحمل مسؤوليته في كل شيء ويكون قادر هو. إيه لكن نتصور أني نحب نظام آخر جمهوري يكون قوي فيه راجل يرعى حقوق الناس كل كبير كصغير فهمتني، ويكون صاحب حق فهمتني، ويعطي حقوق الضعيف والكبير. برشا حاجات سيرة غلطة، مثلا جي نحكي وإحنا شنو اللي طالبينه وإحنا كي انتخبنا، ما إحنا استنينا برشا حاجات تنقص. الحليب زادوا فيه، المعيشة زادت بكل كل شيء زيد، مش نبداو من الحليب عظم برشا مشاكل سيرة. المواطن اش يحب ياكل بالكدا ويلبس ويعيش ويتفرهد ويفضل حاجه للصغار، هذه كل طموح كل بشر معرس معناها في حياته، ولا انسان عنده حاجه يخدم يحب يعرس ويحب يكون عائله على الروح فهمت. احنا مرينا حتى حاجه، ما ضم حتى حاجه منه، معناها اللي حاجه اللي كانت بدينار ولا بالفين كل شيء طار، كل شيء ولا في السماء، وكل حد يجبد ليله. الشهريه ضعيفه، العيشه غاليه، الشهريات مش على قد يعني نورمالمون قد في فرنسا باكو الدخان ب 5 يورو يخلص في 1500 يورو. الحكومه الانتقاليه حكومه تصريف اعمال للهيئه، احنا بالنسبه لنا ما شفنا منها حتى شيء. كان زيادت في الحليب في اليغورت في الماء في كل شيء، زيادات في كل شيء. الماء المخصوص في عهد المخلوع ما كانش الماء يتقص جمله قليل، تو كل شيء العيوب كل بنت ولا من رادع.
غلاء المعيشه هذوما كل حكايه مش في صالح المواطن بتاتا، مش في صالح المواطن بتاتا، خاطر احنا لو كان ثم غلاء المعيشه وثم زياده في الشهريه نجم نقول لك ثم يصير إكيليب يعطيك الصح، لكن ما دام الغلاء طالع في الاسعار والناس كل تزيد من راسها والعطار يزيد من راسه وكل والخضار يزيد من راسه ما ثماش رقابه، المواطن يعني هو الضحيه. اسكو سامحني، مواطن عادي نجم تو نجم يقوي صغاره في الوضع هذا اللي احنا ولات اليوتيود لازم والعيشه غاليه على الاخر. الحرقه راهي موجوده من قبل لكن كانت مسكرين عليها الضوء، تو ولات ظهرت يمكن زادت صحيح زادت خاصة في أيام الثورة ما ثماش أمن، لكن كي تعمل عملية حسابية نتخيل يكون ما زادتش برشا بعد ما فات الثورة بعد ما فات كل شيء، على خاطر التونسي فد يجي يعرس ما ينجمش يعرس، يجي يكون ما ينجمش يكون، شنو شري 300 دينار نجم يعيش بها ومرته ما ينجمش يعيش، إنسان يا عنده حل يا يسرق يا يعيش تحت الصفر يعيش قد قد، أما باش غلاء المعيشة ياسر ياسر. الانسان اذا كان ما يكونش مدخوله العادي 700 800 دينار ما ينجمش يعيش في تونس. وإلى الحقيقه هذه بلاد مش بتعيش. مش بتعيش. مش بتعيش. عليه. كل انسان عنده في حياته هدف يحب يعمله. اسكو لهنا ينجم يعمله ولا ما ينجمش؟ نجم يوصل. نجم يوصله ولا ما ينجمش؟